باخير باخير نهار سعيد مبارك. 2023 كان جاي ماكله بالنسبه لك انت شنو كان يكون؟ والله كان جاي ماكله يكون كافتيجي خاطر انا ما نحبوش ما نحبش ناكله فهمني هذاك عليه معني الحمد لله كيمشي يخرج وفيها يامات. وكان جاي كره كان جاي كهرباء قول كهرباء ما عادش تخدم كات كات فشي انا اش ناقصني يعني 2024 شنو تتبدل ان شاء الله يطلع مرسيدس فانتوم ان شاء الله علاش لا واي نوت يطلع بيتزا فهمني فرويد مير وكذا علاش لا واي نوت سبيريامو كما يقول الطليان ماما بيا مارتشيل 2023 لو كان جاي ماكله اش نجم يكون باتسو والله لا تاوري على تقول فيهم فهمت منه شيء 2023 لو كان جاي ماكله اش نجم يكون شنو هي الماكله اللي نجم يكون 2023 ان شاء الله مبروك علينا اسلام 2023 كان جاي ماكله بالنسبه لك انت اش كان يكون اش كان يكون ملوخيه بالحوت شت البو شت البو قلت يا احمد قلت شت عليه ولدك شت جنبه شت عليه ولدك لو كان جاي كهرباء اش كان يكون كهرباء بيجو 206 دوبو هكا هكا حد 2024 ايش تحب تقول والله ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله بورش كسكسي مش مفوح كومي الفو وناقص شويه الحب والله ان شاء الله يكون عام نصر الغزه ان شاء الله يكون عام الفرج وان شاء الله يكون فيه يجلب معه برشا سعاده وفرحه للجميع حمدين ولدي 2023 كان جاي ماكله شنو ينجم يكون بالنسبه ليك راغو علاش راغو خاطرو عذاب للعباد الكل معناها حاجه نتاع حبس كتريل عليك كتريل يمشي وحده وحده ماخو راحته وعفس على الناس معناها 2024 ايش تحب تقول عايش ولدي عايش ولدي شبيك برحمه بوك لا توصي خو لا تكون كيف خوك برا امريكا كسكسي بالحوت عليه بالحوت بالنسبه لي انا الحمد لله اما بالنسبه للبلاد فرفوشه سي تري ديليشيوز برغم هي بنينه الفرفوشه بون اما فرفش شويه كجا كهرباء كيا قولوا مرحبا بك وان شاء الله بالهدى والرضا وان شاء الله تونس بخير 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 خاطر بالحق تعبنا 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 ان شاء الله يكون هو فتحت خير رقم 4 ان شاء الله يكون مربوحه يا خوتي راني جيعا ماكله نقولوا حاجه مثلا تشيشه السلام عليكم ناسي وحبيبي جمله وبالحمله يولي عاده تولي حشاك بسكلات خير مثلا مثلا ماشك مثلا مش تخلصك لاسيرونس مش تمشي بالمزود 2023 كنا استبشرنا خير وكذا القدمه الاولى كانت بنينه فهمتني من بعد دخلني ولا تخلبيز وما تعرفش اش محطوط فيه الفين واربعة وعشرين رفقا بالناس فهمت وللناس يا ناس رفقا بالناس وكها ومعناه مشيت معاك مريكا على السلامة 2023 كان جاي ماكلة بالنسبة لي كنت شي نجم يكون باهي كل شي باهي شي الماكلة الباهية اللي كانت نعم الكسكسي كان جاي 2023 ماكلة يكون كسكسي نايس كان جاي كره باش يكون شنو كان جاي كره كرهبة الكسكسي الكسكسي باش ناكلو قال فطيرة عليه فطيرة خاطر ايه متعدى ربي يستر منه وكهو كهرباء كاتريل خلو مرحبا بيك وان شاء الله ان شاء الله زينه وكهو كافتيجي عليها كافتيجي حار برشا ولو كان جاي كهرباء اش كان يكون؟ كات كات علاش كات كات؟ خاطر يخذ برشا في برشا زلازل برشا اوه ايه يا عم استغفر الله العظيم 2024 ايش تحب تقول؟ ان شاء الله يكون عام باهي وان شاء الله نروم منه كل خير وكا اوكي ماكله بقليه عاكك حلا معاك كان جاي كهرباء باش يكون فراري فراري بقطاطا بقطاطا 2024 ايش تحب تقول؟ ان شاء الله عام مزيان وحاجه باهي وحاجه بزيد تيب ليا والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله سنه سعيده سنة عربية لا 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 الحياة فام الحياة فام زهرة الحياة